طبعا انا سعيده بوجودي النهارده في حفله كبيره زي دي، ويعني اي حاجه بتكون لمصر ببقى من اول المشاركين فيها، فده اسعدني جدا الحمد لله. عليكي بعد لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هي ازمه وعدت الحمد لله. طب شعورك النهارده بالجمهور تفاعل؟ جميل جدا، وكان وحشني جدا طبعا احساسي بالجمهور شيء جميل جدا، والحمد لله النهارده اول رجوع ليا في حفله كبيره زي دي ومع الجمهور ده، فاسعدني جدا الحمد لله. تقولي ايه للدكتور اللي قال لي ان مش ممكن سما تغني تاني، ترد عليه تقولي ايه دلوقتي؟ ما هو ده الدكتور اللي دخل يعني اللي عالجني في الموضوع، هو قال لي مش هغني تاني الا لو عملت عمليه، وكان ليه فضل كبير بعد ربنا طبعا انه انا اقدر ارجع اغني تاني. فالحمد لله. مفيش حاجه العيد الام متحضره مش هنلحق في الكام يوم؟ يا ريت لو قدرت، يعني لو قدرت اكيد هعمل كده ان شاء الله. الفتره الجايه فيها عن سما ان شاء الله في سنجل قريب، يعني احنا لسه بنسمع وان شاء الله هتنزل على طول اول ما تخلص. تقولي ايه للشعب المصري اخيرا قبل الانتخابات الرئاسيه؟ احب اقول للشعب المصري كله، كلنا لازم ننزل ولازم ننتخب، وده دورنا اللي احنا لازم نعمله ونرد جميل لبلدنا.